معي على الهاتف معالي وزير الزراعة السيد القصير. معالي الوزير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا مشرف بيه. أهلا بك يا فندم. يعني أطلعنا على ما جرى في لقاء اليوم مع سيادة الرئيس مع المجموعة الوزارية، وإحنا بنتكلم على مشروع الحلم، مشروع الدلتا الجديدة اللي هيخلق رئة وأكثر من رئة لمصر تتنفس فيها زراعيا. حدثنا عن ما جرى في هذا الاجتماع اليوم. هو طبعا مشروع سياده الرئيس، اجتماع سيادته النهارده مع دوله رئيس الوزراء ومع معانا ومع وزير ري ومع زملائنا من الهيئه الهندسيه والقوات الجويه، كان الهدف منه بيتابع الموقف التنفيذي لهذا المشروع العملاق. سيادتك عارف ان مشروع الدلتا الجديده ده مشروع بيتضمن مساحه حوالي 2.2 مليون فدان. الصاف ده على اساس مشروع تنموي متكامل، يعني هيبقى فيه زراعة وتصنيع زراعي ونشاط إنتاج حيواني وأنشطة متعددة مرتبطة بالقطاع الزراعي والنشاط الحيواني والسمك والدجين وخلافه، وبالتالي هي مسألة تنمية شاملة. هذا المشروع مساحته 2.2 مليون فدان، المساحة الصافية الزراعية 1 مليون فدان، يعني زي ما أنت قلت كده يعني رئة كبيرة، لأن هو ده يمثل المساحة بتاعته قد تمثل حوالي 35% من مساحة الدلتا القديمة. وبالتالي ده مشروع عملاق بيحتاج استثمارات ضخمة وبيحتاج بنية تحتية وبيحتاج مصادر مياه متعددة من محاور كتيرة ومصادر كتيرة، سواء مياه جوفية أو معالجة مياه الظرف الزراعي أو يعني 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 حاجات كتيرة. فبالتالي هذا المشروع العملاق وضخامة حجم الأموال والمليارات اللي هتصرف على هذا المشروع والنتائج إن شاء الله اللي متوقعه منه باعتبار ده مشروع كبير وسيتم تخطيطه وفقا لتوجيهات فخامه السيد الرئيس على احدث مستوى، تستخدم تكنولوجيا عاليه، تستخدم ادوات الري الحديثه بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والزراعه الذكيه، تستخدم كل في مقومات النجاح. الهدف من هذا المشروع يعني تحقيق امن استراتيجي في الزراعه، لان انت زي ما سيادتك شفت في المرحله السابقه في الفترة اللي فاتت اثبتت ان الزراعة انها مش مسألة امن غذائي فقط، لا، امن غذائي وامن قومي. صحيح. ومن هذا المنطلق اهتمام سيادة الرئيس بهذا المشروع العملاق، وبيتابع بنفسه موقف تنفيذ المشروع والتطور اللي حصل فيه قد ايه، ما تم فيه محطات معالجة المياه، ما تم فيه الدراسات بتاع الارض وصلاحيتها للتربة، التوقع استخدام التصنيف في الزراعات اللي هتبقى فيه شكلها ايه، فبيتابع الشكل الكامل للمشروع يعني. سعادة الوزير، يعني طمئنا ايضا على الزراعة المصرية بشكل عام، وعندنا معلومات وارقام انه زيادة الانتاجية من خلال استخدام البحث العلمي خلال المرحلة الحالية، عندنا استخدامات حديثة لانظمة الري الحديثة، عندنا تقليل الفجوة الاستيرادية نتيجة زيادة الانتاجية. يعني احدث المشاهد، احنا قطاع الزراعة يمكن نشهد به، حضرتك حضرتنا في اللقاء الاخير يمكن عرضنا فيه ان قطاع الزراعة شهد خلال ال7 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة في قطاع الزراعة شملت كل المحاور. احنا حصلت عندنا تنمية شاملة في كل القطاعات، يمكن في قطاع الانتاج النباتي، في قطاع الثروة الحيوانية، في قطاع الثروة السمكية، في قطاع الثروة الداجنة، احنا الحمد لله اصبحنا يعني عندنا عدد من المحاصيل والمنتجات بدأنا بنحقق فيها اكتفاء ذاتي وبنحقق فيها فايض، الفاكهة، الخضر، الذرة، الدواجن، الألبان، بيض المائدة، الأسماك، خلاص يعني قربنا خلاص نحقق الاكتفاء الذاتي. صحيح. المحاصيل السكريه كمان يعني في خلال سنه مع تزايد الزراعات في مساحه البنجر وخلافه والتوسع في متوسط الانتاجيه الفدان من قصب السكر هنحقق فيها اكتفاء ذاتي. ومثل هذه المشروعات والتوسعات الافق باعتباره محور كبير من محاور التنميه الزراعيه في مصر، اللي هو سياده الرئيس بيقود هذه المشروعات التوسع الافق، اللي احنا يمكن عايز اقول لحضرتك ان احنا بناخد افضل دوله في مساله التوسع الافقي. احنا عندنا مثل هذه المشروعات ان شاء الله تقلل الفجوه اللي عندنا في مجال القمح، في مجال الذره الصفراء، في مجال المحاصيل الزيتيه، الفول البلدي، وايضا مشروعات الثروه الحيوانيه يمكن انت حضرتك شايف طفره فيها، وبالتالي اصبح عندنا يعني توجه ان الفجوه الغذائيه يعني بتنخفض، ان الفجوه في الاستيراد بتنخفض، وبالتالي انت بتحقق يعني اولا وفره للعمله الاجنبيه. صحيح. مجتمعات، خلق تشغيل عماله، رفع مستوى المجتمعات اللي بتشتغل بهذه الزراعه، وانت عارف ان الزراعه من القطاعات اللي بتحقق تنميه احتوائيه ومتوازنه في القطاعات الريفيه. فاعتقد الاهتمام كبير خلال ال7 سنين اللي فاتت يعني على يعني حاجه غير مسبوقه يعني.